بمناسبة شهر رمضان كان بيونا ديال الجماهير الطنجاوية والجماهير المغربية عامة اللي صراحة تفاجأنا الحضور ديالها القوي واللي أزرتنا اللي الشيء اللي كيبين أن الجماهير المغربية شغوفة بكرة القدم. الحمد لله أننا درنا الشوط الأول في الديار التونسية استطعنا نحققوا التقدم بهدف لصفر. التقدم اللي عطانا واحد شحنة معنوية مرتفعة عطانا زدنا الكثير من العزيمة باش في مباراة العودة أننا نحققوا نتيجة إيجابية. الحمد لله وخمس سجلنا استطعنا نحافظوا على نظافة الشباك الشيء اللي عطى ورقة التأهل لصالح ديالنا. نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا في هذه الخطى ان شاء الله ونرجعوا للمنتخب بطريقة احسن ان شاء الله. شكرا للجمهور اللي ساندنا صراحة بكتافة، وبالنسبة لي نحن ما كانش مقابلة لسلامة المنتخب التونسي. أنا كلشي كيعرف المنتخب التونسي كيجي ديما كيجمدنا وكيسجل علينا هدف حتى لآخر لحظة وكنتقساو. وبالنسبة لي نحن هاد المقابلة كانت صعيبة، والأهم هو التأهل. حتى المقابلة حسمناها في تونس وكنحمد الله ونشكر على التأهل. الحمد لله كيفما شاف الجميع درنا مقابلة جيدة. كنظن ان الفريق التونسي كان منظم طيله 90 دقيقه. حنا عرفنا كيفاش نشيريو مع المقابله، تبعنا التعليمات ديال الشراسي الطوسي. الحمد لله توفقنا في هذاك الشيء، والمقابله حسمناها في تونس ماشي في المغرب. الحمد لله هنا كملنا الميطه الثانيه وربي كمل علينا. والحمد لله كنتمنى المستقبل ان شاء الله تكون شي حاجه للمحليين مزيانه ان شاء الله. بداوي